ثم أما بعد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى آخر الآية. تحدثنا قبل عن حق الخالقية في حصتين، ونتمم ذلك اليوم فيما ينقضه. إنما ينقض حق الخالقية ما ذكره الله عز وجل من العبارات التالية مما ذكر بعد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الندية شرك، يعني هذا من أخطر نواقض توحيد الخالقية الذي بيناه وفصلناه على حسب المستطاع. والندية هي من أخطر الظلم كما بيناه في غير هذا المكان. إن الشرك لظلم عظيم، وسأبين بحول الله عز وجل في هذا السياق المختلف المتكامل مع الآخر كيف أن الندية فعلا ظلم عظيم، وأبين بحول الله أنواع الندية التي تنقض حق الخالقية. ويلزم العبد آنئذ مطالبة الله عز وجل بحقه أن خلقه فلم يكن بعد ذلك من الموحدين. فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الصنو الشريك والقرين، وتنزه الرب عز وجل عن صنو وعن شبيه وعن قرين وعن شريك جل وعلا. ندك أي الذي هو في سنك من الناحية العمرية، أو في مستواك من الناحية العلمية أو المالية أو الاجتماعية، شي واحد اللي انت وياه بحال بحال في صفتين أو في عددين من الصفات، ولا صفة تجمع بين الرب عز وجل وبين عباده، لا صفة تجمع بينه وبين عباده على أساس الندية. صحيح أن بعض أسماء الله الحسنى وبعض صفاته العلى قد تكرم جل وعلا فجعل لعباده منها أقساطا، ولكن ليس على سبيل الألوهية والربوبية. فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وجعل الرحمة في عباده، وقال في حق رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمة في البشر صفة جزئية، وهي في الرب عز وجل صفة مطلقة إلهية ربانية كمال مطلق. فإذا لا ندية، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. كل ما تصورته في خيالك وذهنك فهو علي عظيم تعالى عنه وتقدس وجل وعلا. وهذا معنى قولك سبحان الله العظيم. لما تقول سبحان الله فهو تنزيه. ما معنى التنزيه؟ أنك تعلي شأن ربك كما هو في ذاته وصفاته، فلا تجعل له شبيها ولا ندا. هو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء ولا يشبهه شيء. سبحانه، هذا معنى سبحانه. تسبيح، والتسبيح من أجمل عبارات الذكر، تسبيح، لأن فيها ما يحبه الله، والله يحب أن ينزه ويغضب أن يشبه، لأنه أنا إذن يصبح ذلك شركا أو ضربا من ضروب الشرك. والعبد الآئب إلى الله التائب إذا طرق بابه عز وجل من الباب الذي يحبه يكون ذلك أدعى أن يستجاب له وأن يفتح له مولاه الباب على مصراعيه. وذلك ما صنعه يونس نبي الله عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلوات والسلام، حينما كان من قصته ما كان، فأبق إلى الفلك المشحون، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قدم بين يدي التوبة، وعبارة التوبة هي إني كنت من الظالمين، هذه التوبة، لأنه فيها اعترف بالذنب. قدم بين يديها أمرين: توحيدا لا إله إلا أنت، وتنزيها سبحانك، ثم بعد ذلك استغفارا إني كنت من الظالمين. قال رب العزة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي كذلك بهذه الطريقة، إذا صنعوا هذا صنعت لهم هذا. إذا جئت ربك موحدا
منزها مسبحا مقرا بالذنب معترفا به نادما فإن الله عز وجل يقبلك. وذلك مقتضى الحديث القدسي في خطاب رب العزة لابن آدم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام: وإن جئتني، أي ابن آدم، وإن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك على ما كان منك ولا أبالي. عجيب، بشرط أن تأتي مولاك لا تشرك به شيئا، تأتيه تائبا ماشي مصرا على معصيتك، لا، تائبا نادما. فأنا إذن رب العزة أرحم الراحمين، أرحم الراحمين جل وعلا. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يستفيده المؤمن من التوحيد، وهذا أذكره كلما ذكرت معاني التوحيد، لأنه مع الأسف مر على الناس حين من الدهر يدرسون التوحيد ويذكرونه ويتداولونه فيما بينهم، لكن يستقر في أذهانهم محفوظات ومعاني، وقلما يستقر في القلوب سلوكا وتربية. وإنما توحيد الله عز وجل إخلاص كما ذكرت من قبل، والإخلاص في العربية الصفاء، بل التصفية، أخلص الشيء يخلصه أي صفاه. فأنت تصفي قلبك مما سوى الله عز وجل من الأنداد، وتخلص المحبة والتوجه والاعتقاد له وحده. ومن هنا كانت مسالك الإخلاص ونفي الشريك والتبرؤ من الندية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ألا تجعل لله ندا وأن تكون له وحده دون سواه. كان ذلك من أبواب ثلاثة. فأما الباب الأول فهو ما ذكرناه قبل وفصلنا فيه الكلام، وهو توحيد الخالقية. وأما الباب الثاني فهو توحيد الأمر. توحيد الأمر هذا من فروع توحيد الربوبية، باش الناس ما يسمعوش كلمات جديدة، هي ماشي جديدة، هي كاينة في القرآن وتأتي بأدلتها بحول الله، ولكنها من تفاصيل العملية. ما نبقاوش فقط في الأمور النظرية في الكلام، ها توحيد الربوبية، ها توحيد الأسماء والصفات، ها المعاني التي ذكرها العلماء وكلها حق وخير وفضل، بل واجب أن نستفيد ثمارها تنزيلا على قلوبنا سلوكا وإحساسا ووجدانا، ليكون لنا ذلك عملا. ما فائدة التوحيد إن كان نظرا وليس فيه شيء من العمل؟ وكل علم ليس تحته عمل فهو باطل، كما قال العلماء في قاعدتهم المقاصدية المشهورة. كل علم، أي من علوم الشرع وليس بإطلاق، كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. توحيد الأمر مأخوذ من كثير من الآيات القرآنية، متواتر لفظا ومعنى، كلية من الكليات العقدية، وذلك من مثل قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، توحيد الخالقية، أي لا خلق إلا له ولا خلق إلا منه، كل الخلق منه، أي هو الذي خلق، وكل الخلق له، أي هو الذي يملك الخلق. خلق الخليقة فهو صانعها، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، ثم هو بخلقه إياها ملكها حيازة وقدرة وتكوينا. خلق والأمر، لأن الإنسان قد يستغرق قلبه توحيد الخالقية فيغفل جهلا أو وهما أو سهوا عن توحيد الأمر. فكثير من الناس ممن يعانون ضربا من ضروب الشرك يعتقدون بأن الله خلق كل شيء ويملك كل شيء، ولكن مع ذلك قد يعتقدون جهلا أن لفلان ولعلان حجرا كان أو شجرة قدرة على الفعل في ملك الله. من اللي تبدأ توهم بأنه الحجرة الفلانية يمكن تضرك ولا تنفعك، أو الإنسان الفلاني يمكن يضرك ولا ينفعك، فهذا شرك الأمر، لأن الأمر هو أمر التقدير والتسيير والتدبير، وهو موكول لله وحده الذي خلق. جهال الفلاسفة ديال اليونان القدامى، قال بعضهم: وسبحان الله عما يقولون وتعالى علوا كبيرا، إن الله خلق الكون وأهمله. بالعقل ديالهم الخاوي
ما فهموش واحد القضية، قالوا هذا الكون فيه الفوضى، السبع كياكل الغزالة والظلم كيتسلط على المظلوم كيهلكوا وما كياخذ حتى واحد منه الحق، كيموتوا وما كنشوفوا حتى شي واحد دحقوا العدل، ما كاين شيء كذا الظلم. كيقولوا إذن هذا الكون محال، واش رب العالمين اللي خلقهم قبلوا؟ هكذا قالوا. ما عرفوا أن الدنيا بكاملها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن لا أحد يفلت بغير حساب وعقاب وقصاص، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة، والآخرة أشد، وهي الموعد والميعاد الذي جعله الله عز وجل للحكم بين العباد، وذلك قوله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حينما غابت النظرة إلى اليوم الآخر، إلى الحياة الحقة، اضطرب الميزان، فلم يستوعبوا كيف أن تكون الدنيا مبنية على التهارج. طبيعي أن تكون آئلة إلى التهارج لأنها دار ابتلاء، وتلك طبيعة الابتلاء، ابتلاء منذ خلق آدم إلى آخر من يكون من الناس. أوليس قابيل قد قتل هابيل؟ بلى، فمنذ ذلك التاريخ والاقتتال بين الناس بالحق وبالباطل، بالعدل وبالظلم، هذه طبيعة الدنيا. وليس معنى ذلك أن الظلم ينبغي أن يقر، كلا، الحق حق والباطل باطل، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يصاب باليأس وبالضجر من هول ما يقع في الأرض. في نهاية المطاف ما مصير الأرض كلها؟ مصيرها إلى دمار وإلى إعادة بناء للحياة التي وعد الله المؤمنين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، هذا تقدير مالك الملك جل وعلا. فإذا الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، فلا يظلم الظالم ولا يطغى الطاغي إلا بأمر الله. غير ما خصناش نفهمه بأمر الله يعني هو قال له دير، لا، ولكن بإرادة الله. أنت بين اثنين، هل الفساد الواقع في الأرض واقع بعلم الله أم بغير علم الله؟ ما عندك إلا تقول بعلم الله، ما يمكنش يوقع شيء في الأرض من الفساد والله يجهله سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن هو بعلم الله، كل شيء فساد أو ظلم، أي شيء من الحق ومن الباطل، لا يقع إلا بعلم الله. فإذا كان هذا الذي يقع بعلمه قد وقع، هل يقع بإذنه أم بغير إذنه؟ هل يقع بإرادته أم بغير إرادته؟ ليس لك إلا أن تقول إنه يقع بإرادته، لأن المعنى ديال تقول أنه وقع بغير إرادته أنه وقع بالزز منه، أن الظالم ظلم رغما عن رب العالمين وبالزز من رب العالمين. لا ينبغي أن يتصور هذا في عقيدة مؤمن، لا، لا يقع شيء من الفساد إلا بإذن الله، الله أذن له. كيف؟ ماشي شجعه ولا دفعه يدير ذاك الشيء، لا، ولكن أعطاه القوة للظلم بنفس الحجم الذي أعطاه من القوة للعدل. قداش ما أعطاه القوة ديال الخير، أعطاه القوة ديال الشر، ليكون البلاء بعد ذلك على ميزان ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الإنسان عنده قابلية للخير وقدرة عليه، وله قابلية للشر وقدرة عليه، وهذا الامتحان. وإلا إذا دخل الإنسان الجنة أو دخل النار بغير هذا فلا يكون بذلك عدل ولا حكم حكم، والله عز وجل هو العدل الحكم جل وعلا. فكان إذن من عدل الله عز وجل أن وقع كل شيء بعلمه وبإرادته، بهذا المعنى اللي وصفنا الإرادة، باش ما يتخلطش للبال الإرادة، يعني لأن شحال من واحد بتقول له اتق الله أرجع من الطريق الخيبة للطريق الصحيحة، كيقول لك نهار يبغي الله باش نصلح غادي نصلح، غلط، واستهزاء وسخرية برب العالمين، استهزاء وسخرية برب العالمين. وما ينبغي لمسلم يوحد الله عز وجل أن يقول مثل هذا الكلام، بل أنت لا تريد أن تكون من الصالحين، والله عز وجل أعطاك إمكانية الإرادتين، مكن لك في أن تريد الخير ومكن لك في أن تريد الشر بإرادته جل وعلا، فما اخترت أنت من ذلك فهو إرادة الله فيك، فلا ينبغي أن ينسب إلى الله عز وجل ظلم
أو فساد، تنزه عز وجل عن ذلك وعلى علوا كبيرا. فهذا معنى إرجاع الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كذلك فقد وجب على المؤمن أن لا يعتقد نفعا أو ضرا إلا من الله جل وعلا، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى. عجيب سياق لطيف. ولله غيب السماوات والأرض، المعلوم من الكون كله مما يجهله الناس غيب، هو عند الله سبحانه وتعالى علم، عالم الغيب والشهادة. ولله غيب السماوات والأرض، فإذا كان غيب السماوات والأرض كله لله عز وجل فلا يكون الأمر إلا له، وإليه يرجع الأمر كله. وهذا عام مستغرق لجميع أفراده، غيب السماوات أي كل غيب السماوات والأرض، نكرة غيب أضيف إلى السماوات والأرض لفظين مستغرقين، فدل على جميع الغيب، كل الغيب لا يشذ عن ذلك كبير ولا صغير. ولله كل غيب، هذا المعنى، كل غيب، جميع غيب، غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض. فإذن صار الأمر كله له، إذن وإليه يرجع الأمر كله، لا يقع شيء إلا بعلمه ولا يقع شيء إلا بإذنه. وفي هذا راحة للمؤمن، راحة يعني النفسية ديال المؤمن كتكون نفسية مرتاحة، لا يصاب بقلق ولا بعصب ولا باضطراب ولا بيأس، ولا يكون أبدا من المنتحرين. عمر المسلم المؤمن اللي عنده هذه العقيدة في مخه وكيضرب بها قلبه ما يأس اليأس اللي يقود الهلاك النفس والعياذ بالله، مرتاح. وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون من الشرك في إرجاع الأمر لغيره أو في إرجاع بعض الأمر لغيره. كتقول إياه الأمر كله لله، ولكن فلان بغي نعطيه واحد الحاجة كان آمن بأنه كيمكن يديرها لي. إرجاع بعض الأمر لغير الله شرك خطير، مدمر للنفس كما أنه مدمر للدين بشكل طبيعي، ولكنه مدمر لك أنت لنفسيتك ولشخصيتك. فمن أخطر مظاهر الندية شرك الأمرية كشرك الخالقية. فكما وجب عليك أن توحد الله في الخالقية، توحيد الخالقية، وجب أن توحده أيضا في الأمر، لا تجعل أمرا لغيره ولا تسند فعلا من أفعال الكون إلا له جل وعلا. وإليه يرجع الأمر كله، قال فاعبده وتوكل عليه. وهذا ضرب آخر من التوحيد، ولكنه لا يدخل في توحيد الربوبية، لأن توحيد الخالقية وتوحيد الأمر كلاهما داخل في توحيد الربوبية. هذه العبارة فاعبده وتوكل عليه هو ما يسميه العلماء بتوحيد الألوهية أو الإلهية، ما شئت، توحيد الألوهية، لأنه يرجع إلى توحيد إحساس القلب وتوجهه بالعبادة والخضوع والخنوع والخشوع لله وحده دون سواه، له وحده دون سواه. فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي انطلق منه النداء في الآية موضع الدرس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر بالعبادة أمر بالتوحيد، توحيد الألوهية، بناء على ما؟ على توحيد الربوبية في الخالقية الذي خلقكم والذين من قبلكم، وتوحيد الأمر وإليه يرجع الأمر كله، ألا له الخلق والأمر. لو سلم للناس هذا اليوم لكان منهم عجبا، لو سلم لهم هذا واستقام حالهم عليه لصار المسلمون اليوم غير المسلمين اليوم، لكانوا أشبه ما يكونون بمسلمي أمس الذين أقاموا أعمدة الدنيا حضارة وقوة، دعوة وجهادا، وبنوا ما لم نزل نحن اليوم
نعيش في ظله. احنا دابا في هذا الزمان كنعيشوا غير في الظل ديال البركه ديال الناس اللي دازوا. ما بركتهم؟ بركتهم في توحيدهم خالقهم، في توكلهم عليه، في توحيدهم لكل مظاهر التوحيد في الإسلام، وانطلاقهم في ذلك عملا لا كلاما يقال وكتبا تحفظ، لا، سلوكا وحركة في الأرض وعملا متواصلا واتجاها واحدا لله رب العالمين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون بأن الله وحده هو الذي خلقكم، وأنه لا يملك أمركم إلا هو سبحانه وتعالى، وإليه يرجع الأمر كله. وعجيب هذا إذ يتضح أكثر ما يتضح حينما يقع الإنسان في لحظة الضرورة. إنسان من اللي كيتزير في ضرورة شديدة كيتلفوا ليه الأنداد شركاء، كيتلفوا كاملين، وما كيبقى في الدهن دياله غير رب العالمين، فلا يستطيع أن ينادي غيره. ولكن حينما يكون في حال من المد والجزر، من الاضطراب النفسي والخوف والهلع على الأرزاق والأحوال الاجتماعية، وبينه وبين مبتغاه فسحة، فإنه مع الأسف كثيرا ما يلجأ إلى مثل هذه الشركيات، وهذا ما يدمر التماسك الاجتماعي. راه كان واحد الصلة وثيقة جدا بين أصول العقيدة وبين سلامة المجتمع في التركيبة دياله، أسرا يعني بحال النسيج، بحال النسيج ديال الثوب. هكا كيكون المجتمع، كيكون منسوج بواحد الشكل مقاد متناسق، اللي كيكون هذاك الدراز كيخدم الصوفة وكيخدم النسيج ديالو، ملي كيزقل الضربة كيخرج الثوب محرف. كذلك المجتمع ملي كيكون في خلل اعتقادي كيكون التركيبة ديال المجتمع فيها الخاوي ولا فيها المحرف. ملي كتكون العقيدة صافية ومبني المجتمع في تربيته عليها كيكون الميزان ديالو مقاد، فلا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ما في خلل. ما مظاهر الخلل؟ من بعضها قلة الأمن النفسي، خلينا من الأمن بالمعنى ديالو السلطوي والاجتماعي، هذا أيضا منه، ولكن الأخطر من هذا انعدام الأمن النفسي. ونعطيكم المعنى ديالو. الأمن بالمعنى الاجتماعي يعني بنادم غادي وخاف شي واحد يضربه ولا واحد يسرقه، هذا كاين ولكن ماشي عليه كنتكلم. كاين أمن آخر نفسي، أنا جالس في داري خصني حاجة، خصني المعلم مثلا تريسيان، ما عندي لمن نمشي، اللي مشيت له غادي يغشني، خصني بناي، ما عندي لمن نمشي، اللي مشيت له غادي يسرقني. مشكل، ما كتلقى علاش تكي وعلاش تستامن. هذا أمن نفسي، كتولي خايف، ماشي خايف يسرقك شي حد ولا يضربك، لا، خايف تعاشر مع بنادم، تخاف من ربط علاقات وبناء عقود ومصارفات بسبب خراب الذمم وخراب العقائد في الناس. قليل اللي باقي كيعتبر الآخرة إحساس يعيش به الصباح وينعس عليه في الليل ويفيق عليه الصباح. غياب هذا أنبات أمراضا في المجتمع، فما عاد أحد يطمئن إلى أحد، ولا الإنسان هو غادي وحاضر راسه أكثر من القياس، وسواس بسبب انعدام الأمن النفسي، وسواس. وما انتشار هذه الوساوس والاضطرابات بين الناس إلا بسبب إحساس هؤلاء الناس المرضى بأن أحدا ما يريد أن ينقض عليهم، وبأن أحدا ما يريد أن يعتدي عليهم، ماشي اعتداء مادي ولكن معنوي، حتى كيتصب المرض مسكين. كثير من الحالات مثل هذا ترجع إلى عدم استقرار نفسي. لو كانت العقيدة في البلاد بين العباد مستقرة على أصولها في الدين كما كانت زمن رسول الله وزمن الصحابة والتابعين وفي أزمنة الخير جميعا، لكانت البلاد غير البلاد، ولكان العباد غير العباد. في بعض المناطق البدوية، جبال أو أرياف أو واحات، كيتعجب الإنسان من اللي كيدخل لها في وجود بعض المظاهر التي تدل على شيء من الأمن النفسي. نعطي أمثلة بسيطة، يعني في بعض المناطق في الجنوب وفي غير الجنوب كيمكن الإنسان إلى عهد قريب على الأقل كيخلي الموتور ديالو ولا البسكليتة ديالو ممسورته ممسدودة في باب الدار ويدخل يتغدى عند صاحبه ولا عند غيره. مظاهر في مثل هذه البيئات بدو غريبة، ماشي مع عند السرق ما كاينش، يمكن يكون، ولكن هذاك اللي خلى البسكليتة ديالو محلولة ممسدودة شاي نفسيته مرتاحة. علاش؟ لأن مظاهر الخلل قليلة، مظاهر الخلل العقدية، وإحساس الناس بالناس، إحساس الناس بالناس قوي،
ما معنى إحساس الناس بالناس؟ أي الإحساس بحقوقهم، تحس بأن أخوك راه أخوك. ولا ينزع الإنسان إلى الظلم، ما عندوش نزعة إلى الظلم، لأن شيئا من اعتقاد اليوم الآخر لا يزال في القلوب، شيئا ماشي كل شيء، على الأقل شيئا من ذلك لا يزال في القلوب. ولأن شيئا من إنكار المنكر والأمر بالمعروف لا يزال سلوكا في المجتمع، فكتخلي حوايجك وتخلي محافظك وممكن تخلي أشياء التي لها قيمة ثمنية في مكان عام وتمشي تقضي غرضك وترجع، وتجدها في أغلب الأحيان كما كانت. الآن كاين العساس وتكلفوا وتخلصوا وتسد وتمشي والوسواس فيك، ماشي انت اللي مريض، البلاد مريضة، البيئة مريضة. قل الوازع الأخروي بقلة الاعتقاد بين الناس، بقلة هذه المعاني الثلاثة المذكورة من توحيد الخالقية وتوحيد الأمرية ثم بعد ذلك توحيد التوجه والتعبد أو توحيد العبودية لله الواحد القهار. إعادة الاعتبار للإيمان الفردي والجماعي، لكل واحد بغي يعود يبني الذات ديالو إلى ريب كلها وريب القسمة فيها، أو كيفكر يبني المحيط ديالو من أسرته ومن حوله، لا بد من الانطلاق من هذه الأبواب، لكن ماشي بالمنهج التلقيني الاستظهاري، ماشي بالطريقة ديال الحفاظة، مثل ذلك لا يغني ولا ينفع، ولكن بطريق العمل، بطريق العمل. توحيد الله عمل وسلوك، أما أن يبقى قولا وكفى فلا قيمة للقول إذا لم يكن عملا، ولا قيمة للعلم، علم إن لم ينتج تصرفات وسلوكا فردية وجماعية. ولذلك هذا الأمر الرباني العجيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، المستفيد الأول منه الناس، رب العزة حينما أمر وقال يا أيها الناس، وذكرت هذا أكثر من مرة في شقه الأول، خاطب الناس أي الفئات الثلاثة المذكورة، المتقين والكافرين والمنافقين ومن يدخل تحت هؤلاء وأولئك من الأصناف الأخرى، مجوس، يهود، نصارى، كما تخيلتهم كلهم، قال لهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لو فعلتم ذلك لكان المستفيد الأول هو أنتم، تستريحون، إن تفعلوا ذلك تستريحوا وتطمئن بنياتكم الاجتماعية اطمئنانا عمرانيا كاملا، ويسود الأمن النفسي. ولا قيمة لأمن اجتماعي إن كان الأمن النفسي فيه مفقودا، ما كاين والو، سيكون الأمن النفسي، يحس الإنسان بالراحة الداخلية والطمأنينة الذاتية، وليس هذا إلا مظنة لذاك، يعني الأمن بالمعنى ديالو الاجتماعي والسلطوي إنما هو مظنة، يعني سبب باش يوقع الأمن النفسي، وقد يترتب عنه وقد لا، ليس لازما، قد يترتب عنه وقد لا. هذيك الكلمة المشهورة اللي قالها رسول الروم لما جاي يشوف حوال المسلمين ويشوف المملكة ديال المسلمين في زمن سيدنا عمر، ولقاها متكي برا ديال المدينة من وراء في الحيمة تحت شي تل ديال شي، فوق شي تل ديال شي رميلة ولا شي تريبة، مسد العصا ديالو الضرة ديالو، وناس قال له عدلت يا عمر فنمت. الناس كياخذوها من المعنى السياسي للكلمة، صحيح، ولكن مهم جدا نأخذها من المعنى النفسي للكلمة، وهذا أهم، لأنه المقصد والآخر سبب، ولأنه غاية والآخر وسيلة. يعني هذا الراحة النفسية اللي كانت عند سيدنا عمر علاش كدل؟ ماشي كدل على أنه هو مطمئن، لا صحيح راه مطمئن، ولكن مش هذه الدلالة ديالها، لا، البلاد كلها مطمئنة، البلاد كلها مطمئنة مرتاحة. الإيمان صنع في تاريخ هذه الأمة معجزات اجتماعية ومعجزات نفسية. مراجعة قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعلمنا الكثير. الذي خلقكم فهو أدرى بكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اللي خلق الدقائق ديال التكوين ديالك البدني والنفسي، فيعلم كل جزئية وكل ذرة من تكوينك الباطن والظاهر، اعبد هذا الذي يعلم كل ذلك منك والذي صنعه لك والذي إليه مآلك ومصيرك. ظلم إذن وجريمة،
أن تتوجه إلى غيره بشيء من هذه الأقساط والأقسام الثلاثة، أن تعتقد أن بعض الناس أو بعض الكائنات أسهمت في الخلق أو خلقت فساد كبير وظلم كبير، وأن تعتقد بأن بعض أمر الكون كليا كان أو جزئيا، ظاهرا كان أو خفيا، موكلا إلى بعض الخلق، ظلم كبير وفساد كبير في الدين وفي النفس وفي المجتمع. ما ينبغي لمسلم يعتبر نفسه مسلما أن يسند شيئا من الحوادث لغير الله الواحد القهار. وفساد كبير أيضا وظلم عظيم أن تتوجه لغيره بالخوف والرجاء أو المحبة، وكل العبادة تدور بين الخوف والرجاء والمحبة. حينما تخاف أو ترجو مخلوقا بشكل يجعل فعلك عبادة له فذلك ظلم كبير وفساد عظيم. صحيح أن الإنسان كيخاف وفطرة فيه يخاف، واللي ما كيخافش راه مريض، يعني من فقد الخوف مطلقا فهذا خصو يتعالج، لأن شيئا من الخوف على مستوى الفطرة مخلوق فطرة في الإنسان وخصو يكون، لأن به يعبد الله وبه يستطيع الإنسان أن يعيش في الحياة العادية مش العبادية. اللي ما كيخافش راه يرمي الرسول التهلكة، يشوف الحية ومد لها يده، خصو يخاف من الحية، فهذا خوف طبيعي ماشي عليه كان تكلمه، وماشي هو الخوف المذموم الذي يعتبر شركا بالله عز وجل. الخوف المذموم هو الذي يقابل خوف العبادة في قوله عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف الذي يجعلك تعتقد بأن مآلك وأصل وجودك مرتبط بهذا المخوف، هذا اللي راك خايف منه. واحد اللي بغى يتعدى عليك شيء طبيعي أنك تخاف، ولكن ما ينبغي أن الخوف ديالك يوصل لدرجة دي الاعتقاد أن هذا الذي يفزعك من الناس أو من الأشياء يملك أمرك، هذا خطير جدا، هذا صار عبادة. وتعرفه من تصرفك، من اللي تحول ذلك منك إلى السجود له مثلا، أو أن تطيعه في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، فقد تحول خوفك إلى عبادة لغير الله. كذلك المحبة، حينما ينفعك شخص ولا ينفعك شخص إلا بإذن الله، وتسهو وتغفل عن مصدر النفع الأول الذي هو النافع الضار سبحانه وتعالى، فلا يبدو لك آنئذ أمامك إلا هذا الشخص، وتتعلق مواجيدك به محبة ورغبة، فقد تحول بهذا المعنى حبك له إلى عبادة. ولذلك ابتلى الله إبراهيم عز وجل في ذبح ابنه كما بينته في غير هذا السياق وفي غير هذه المناسبة، وبينه ابن القيم رحمة الله عليه بيانا عجيبا، لأن أمر الرحمن وهو الرحمن الرحيم عبده ونبيه الخليل إبراهيم بذبح ابنه مناف في الظاهر لرحمانية الرحمن ولمحبة الخليل. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وما معنى الخليل؟ الخلة هي أرفع درجة من الصحبة، كاين الصاحب وكاين الرفيق وكاين الخليل. رفيق رفيقك كتسافروا انت وياه ولا تمشيوا انت وياه من هذه المنطقة للمنطقة الأخرى، رفقة، ماشي بالضرورة يكون عزيز عليك، ماشي بالضرورة، رفقة، رفيق، رفيق الطريق. وأعلى من ذلك الصحبة، والصحبة فيها رفقة يعني غاديين بجوج ومتعاشرين وفيها محبة، فالرفقة عشرة لا يلزم عنها المحبة، والصحبة عشرة يلزم عنها المحبة. ولذلك كان من رافق الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به في زمانه صحابيا، لأن الصحابة كانوا أحباء لرسول الله، كانوا يحبونه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فصحابته عليه الصلاة والسلام كانوا أحباء له، يحبونه، يفدونه بأنفسهم وبأمهاتهم وآبائهم، هذه صحبة. وأعلى من الصحبة الخلة، والخلة هي من اللي كيولي صاحبك قرب ليك وقربت ليه، وصار بيناكما من المحبة أن اشتركتما كل ما تملكان يدخل عليك وتدخل عليه، لأنه الخلة والمخاللة هي المداخلة،
كتقول مررت خلال الشجر، خلال فسط بين أغصانه، مشبك جوج متصاحبين لدرجة أنه تشبكوا أسرهم متصاحبين، ولادهم متصاحبين، طبعا في الحدود الشرعية، أموالهم مشتركة، إذا وقعت المسرة كل واحد كيجيب من عنده ما كيتحاسبوش، وقعت المضرة كل واحد كيجيب من عنده ما كيتحاسبوش. هذه صحبة كبيرة، هذه شي عادية شي سهلة وقليلة فاش كتكون بين الناس، قليلة. هذه خلة. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، يعني محبة عالية جدا، وكذلك اتخذ محمدا بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه خليلا. وقد قال رسول الله في أحاديث صحاح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، يعني أبا بكر الصديق، ولكن صاحبكم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كيقول الصحابة ديالو أنا صاحبكم، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا. وفي حديث آخر صحيح الإسناد أيضا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. رب العالمين ما رضي أن يتعلق قلب إبراهيم خليل الله بأحد سواه. وقد كان لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل، وأحبه كما يحب الآباء أبناءهم، فلما زادت درجة المحبة في قلب إبراهيم زيادة آذت الخلة وخدشت المحبة التي بينه وبين مولاه. قال له ربه: اذبح ابنك، إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. قدر وتجريب واختبار لإبراهيم، فعرض ذلك على ابنه إسماعيل وعلى أمه هاجر، فما كان لإسماعيل إلا أن استجاب. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عجيب. وعزم إبراهيم على أن يفعل، لما عزم معناه أنه ذبحه فعلا. ماذا ذبح؟ مش يذبح إسماعيل في مذبحه ونحره، كلا، ذبح المحبة الزائدة في قلبه لابنه، وبقي توحيد المحبة في قلبه لله وحده. حين ذاك عفى المولى وتكرم وفديناه بذبح عظيم، فداه، لأنه رب العالمين راه سميته الرحمن الرحيم، ما قالوش يذبح ولدك لأن رب العالمين يعجبوا الأباء يذبحوا الأبناء ديالهم، كلا، ولكن يعجبوا أن العباد ديالو يكونوا مخلصين المحبة له وحده دون سواه جل وعلا. هذه مراتب عالية جدا من توحيد الألوهية وتوحيد العبودية. بيننا وبينها ما بين السماء والأرض، ولكن طلبنا بأن نتسلق جدران الإيمان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الأحسن طلب من المؤمن الأحسن، وما يزال يسعى إلى الأحسن حتى يكون من المحسنين. فاللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.